رئيس مجلس النواب يدين انتهاكات الاحتلال المتكررة للمسجد الأقصى ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته. تايوان ترصد 9 سفن حربية و26 طائرة صينية في محيطها رغم انتهاء مناورات بكين العسكرية. وفي أخبار الاقتصاد، وزير المالية يؤكد أن حوافز تمكين القطاع الخاص جعلت مصر أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية. إلى التفاصيل، وافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة. ويهدف مشروع القانون إلى استكمال تزويد ضباط الشرطة بالدرجات العلمية العليا وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، كما يهدف إلى تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة. ويعمل تعديل القانون على استحداث تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية في العمل الشرطي بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات. وخلال جلسة المجلس أعرب رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن إدانته واستنكاره لصور الانتهاكات المتكررة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وضع حد لتلك الاعتداءات. الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر، اسمحوا لي قبل أن نشرع في نظر بنود جدول أعمال جلسة اليوم أن أتلو على حضراتكم عبارات تجيش معانيها بصدر كل مصري منذ فجر الأربعاء الماضي 5 أبريل الجاري، يوم أن استيقظ الجميع على مشهد من المشاهد المستنكرة وصورة من صور الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة. فكان اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف وما صاحب ذلك من اعتداءات سافرة على المصلين ما هو إلا تعد صارخ على حرية العبادة التي كفلتها المواثيق الدولية كافة، كما أنه تصعيد خطير غير مقبول ولن ينتج عنه إلا مزيد من الاحتقان وتفاقم للعنف وتقويض لجهود التهدئة التي تسعى لها مصر في ظل شراكة إقليمية ودولية. ونحن إذ ندين ونستنكر هذا الاعتداء السافر على القيم الإنسانية والانتهاك الصارخ للقرارات والمواثيق الدولية، نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته في وضع حد لتلك الاعتداءات حتى نجنب المنطقة مزيدا من التوتر والعنف. حفظ الله شعوبنا جميعا من كل شر وسوء ووفقنا لما فيه الخير والأمن والأمان لشعوب الأرض في كل مكان. شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في القدس القديمة ومنعت الشباب الفلسطيني من دخول المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الفجر. جاء ذلك في الوقت الذي اقتحم فيه عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى في 6 أيام ما يسمى بعيد الفصح اليهودي. ونفذ المستوطنون اقتحاماتهم على شكل مجموعات للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وسط حراسة من شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في ساحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية.
وصل وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة اليونانية أثينا لمتابعة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول التطورات الإقليمية والدولية. هذا ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية ونظيره اليوناني نيكوس ديانديياس مؤتمرا صحفيا مشتركا في وقت لاحق اليوم. كما من المقرر أن يعقد شكري خلال زيارته مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني، فضلا عن لقاء رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين. كشف مسؤول يمني عن اكتمال ترتيبات تنفيذ عملية تبادل الأسرى والمختطفين مع ميليشيات الحوثي، مشيرا إلى أن أول دفعة للتبادل ستنطلق الخميس القادم من مطار عدن إلى صنعاء وتتضمن 250 أسيرا، فضلا عن نقل 72 أسيرا بينهم اللواء ناصر منصور هادي وزير الدفاع الأسبق من صنعاء إلى عدن، إلى جانب نقل 19 أسيرا من قوات التحالف من صنعاء إلى الرياض. كانت الأمم المتحدة قد رحبت بالمحادثات الجارية في صنعاء بين الوفدين السعودي والعماني مع الحوثيين بهدف إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية. تأتي المحادثات في الوقت الذي أكد فيه السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر أن زيارته مع الوفد العماني لصنعاء للقاء المسؤولين الحوثيين تهدف إلى تثبيت الهدنة ودعم عملية تبادل الأسرى وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن. بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارة رسمية إلى مقديشيو لبحث الملفات الإنسانية والتنموية مع كبار المسؤولين وفي مقدمتهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. تأتي زيارة غوتيريش في وقت تعاني فيه الصومال من جفاف حاد جعل نصف سكانها على شفا المجاعة، وأطلقت الأمم المتحدة في وقت سابق نداء لجمع مليارين و600 مليون دولار لتقديم المساعدات الإنسانية للصومال، لكنها لم تجمع حتى الآن سوى 13% من الأموال الضرورية لإغاثة الملايين. إلى تطورات الأوضاع في أوكرانيا، إذ أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب البلاد أن القوات الروسية قصفت الإقليم 56 مرة خلال 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أنها قصفت مناطق سكنية بعدة بلدات في المنطقة ومؤسسة طبية ومتحف ومبنى إداري، مما أسفر عن إصابة شخصين. وأكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون أن شخصين آخرين أصيبا إثر إلقاء قنبلة من طائرة من دون طيار على متن قارب مدني على الإقليم. في إقليم دونياتسك أصيب 5 من سكان الإقليم في قصف روسي خلال 24 ساعة الماضية. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 179,320 جنديا منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا. هذا وقد أعلن القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية تقدم الوحدات الروسية على محور مارينكا وغورلفوكا بالجمهورية، مضيفا أن الوحدات الروسية تسيطر على مصنع للإطارات في مارينكا كانت قوات كييف تستخدمه كموقع مهم لتمركزها في المنطقة. كما أضاف أن القوات الروسية تتقدم بثقة لتحرير مدينة أرتموسفيك بباخموت عقب سيطرتها على 75% من المدينة. على جانب آخر، أعلنت سلطات خيرسون أن القوات الأوكرانية تنقل المعدات استعدادا لعبور نهر دنيبر بالمقاطعة، مشددة على أن الاستفزازات التي تخطط لها كييف في المنطقة ستبوء بالفشل. قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت 9 سفن حربية و26 طائرة صينية في محيط الجزيرة، وذلك غدا إعلان بكين انتهاء مناوراتها العسكرية الواسعة. وأضافت وزارة الدفاع التايوانية أن الصين حشدت طائرات عسكرية صباح اليوم وعبرت خط الوسط من الشمال والوسط والجنوب، وجاءت المناورات الصينية ردا على لقاء عقد مؤخرا بين رئيسة تايوان تساي إنغ وين ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في كاليفورنيا.
بدأت الفلبين والولايات المتحدة أكبر مناورات عسكرية مشتركة تنظم في الفلبين. يشارك نحو 18 ألف جندي في المناورات التي ستتضمن للمرة الأولى إطلاق نار بالذخيرة الحية في بحر الصين الجنوبي. كما يشارك في المناورات مراقبين من أستراليا وسبع دول أعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان. وتهدف المناورات التي تستمر حتى 28 من الشهر الجاري إلى التعاون وضمان الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. كانت مانيلا وواشنطن قد اتفقتا على استئناف الدوريات البحرية المشتركة في بحر الصين الجنوبي، كما أبرما اتفاقا لتوسيع تواجد القوات الأمريكية في الفلبين، وهو الأمر الذي أثار غضب الصين. أخبار المال والأعمال في نشرة الثانية، مرحبا بحضراتكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر بشأن تداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دوليا، وشددت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على أن كافة اللحوم المتداولة بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة سليمة وخالية من أي هرمونات محظورة دوليا، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات الرقابية المعنية، وذلك من خلال سحب عينات عشوائية منها وتحليلها بالمعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها، فضلا عن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق والمجازر وأماكن عرض وبيع اللحوم بمختلف المحافظات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال ضبط أي مخالفات. قال وزير المالية محمد معيط أن مصر أصبحت أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية بما تمتلكه من فرص واعدة وجاذبة وبنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية، بالإضافة إلى بيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية. وأضاف معيط خلال لقائه مع سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة أن مصر تتطلع إلى زيادة استثمارات الشركات الكورية على نحو يسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية المصرية وتعزيز الشراكة بين البلدين، حيث تعد استثمارات الشركات الكورية نموذجا رائدا في صناعة الإلكترونيات بالسوق المصرية، وتلعب دورا محوريا في تعميق الصناعة الوطنية وزيادة نسب المكون التكنولوجي بالصناعة وتوفير فرص عمل جديدة. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية على نحو جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من جانب المستثمرين المحليين والمؤسسات العربية. وقفز المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 1.4% ليتخطى حاجز 17,000 نقطة. وارتفع المؤشران الثانويان EGX70 EWI وEGX100 EWI بنسب تراوحت بين 1.4% و 1.3%. ارتفعت أسعار النفط العالمية مع تقييم المستثمرين لقرار أوبيك بلس بخفض الإنتاج الذي من شأنه تقليص الإمدادات بالسوق في مقابل المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة الذي من المرجح أن يضر بالطلب. وارتفع الخام العالمي مزيج برنت 8 سنتات ليصل إلى 84 دولارا و26 سنتا للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 11 سنتا ليصل إلى 79 دولارا و85 سنتا للبرميل. نهاية الثانية، وهذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس مجلس النواب يدين انتهاكات الاحتلال المتكررة للمسجد الأقصى ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته. وتايوان ترصد 9 سفن حربية و26 طائرة صينية في محيطها رغم انتهاء مناورات بكين العسكرية. ماسبيرو.إيجي للمزيد. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. إلى اللقاء. إلى اللقاء.